يؤدون دورا رئيسيا في أي مسار انتخابي من خلال ضمان التغطية الإعلامية للانتخابات. هذه المسؤولية تمنح الصحفيين حقوقا كما تملي عليهم واجبات. للقيام بذلك يتطلع الإعلاميون إلى العمل بسلام من أجل أداء دورهم بالكامل في هذه العملية الانتخابية. ولذا يحث الاتحاد جميع قوات الدفاع والأمن على توفير التسهيلات وحماية الصحفيين أثناء ممارسة مهنتهم. في الوقت نفسه يحث اتحاد الصحفيين التشاديين بشدة الصحفيين على إبداء مزيد من المهنية من أجل تجنب الأخطاء الضارة من ناحية، والالتزام الصارم بمدونة أدبيات وأخلاقيات الصحفي التشادي، وكذا ميثاق وسائل الإعلام أثناء الفترة الانتخابية الذي وضعته السلطة العليا للإعلام السمع البصري هاما، والموقع عليه بحرية من قبل مسؤولي وسائل الإعلام، لأنه من خلال القيام بدورنا بوعي وحيادية يمكننا المساعدة في الحفاظ على السلام والتماسك الوطني.